بسم الله الرحمن الرحيم. يومياتي مع الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا حبي للنبي صلى الله عليه وسلم غير حياتي. إحنا في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لو حكيت لكم قد إيه أشياء كبيرة في حياتي اتغيرت بسبب شعوري إن في علاقة، في حب. أنا بحبك يا رسول الله، أنا عايز أمشي على خطاك يا رسول الله. أنا من هنا لغاية المولد النبوي هتذكر كل حكاياتي اللي كان حب النبي مؤثر فيها ومغير فيها. كنت لسه في بداية مشواري الدعوي، وأذكر أن أنا كنت بدي دروس، بس لسه ما طلعتش حتى في التلفزيون، ولا في دماغي أن أنا عايز أطلع في التلفزيون، ولا كنت بخطط أن أنا أطلع في الإعلام ولا في الميديا، ولا في دماغي غير أن أنا بحب أدي الدروس للناس في المساجد وفي البيوت، وهو ده كل اللي أنا بعمله. حصل ظرف معين في مصر في التوقيت دون، فسافرت لفترة تصل إلى 40 يوم. أسافر فين؟ قررت أسافر المدينة المنورة. كنت لسه ما كنتش مخلف علي وعمر. رحت المدينة، وأول مرة في حياتي وآخر مرة أقعد في المدينة 40 يوم. ولقيت نفسي لو قلت لكم إن أنا من فوق لتحتي عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أدخل المسجد النبوي أفطر، أدخل المسجد النبوي 9 صباحا، أقعد في المسجد النبوي من 9 صباحا لغاية الساعة 9 بالليل، معي شوية تمرات، مخرجش من المسجد النبوي، ما بين الروضة، وكان وقت مش وقت عمرات كبيرة، وقت هادي. أما كانت أيام رائعة بشكل. طب وكنت بتعمل إيه كل الوقت ده؟ كان أكبر حاجة في الوقت ده أن أنا بقعد في المكتبة اللي جوه المسجد النبوي، اسمها عند باب عمر بن الخطاب، اتشالت دلوقتي، وأقعد أحضر. أحضر إيه؟ معايا كراسة، وقدامي مكتبة بقى، مكتبة فيها كل الكتب اللي بتتكلم عن النبي والصحابة. في الأيام دي حضرت حوالي 70 صحابي، قصته بالتفصيل، 40 يوم بقى قاعد، وقاعد جوه المسجد النبوي. ال70 صحابي دول بعد كده اللي بقوا برنامج ونلقى الأحبة. برنامج ونلقى الأحبة أول برنامج لعمري خالد على التلفزيونات، اتحضر جوه المسجد النبوي. رجعت من المسجد النبوي على مصر بعد أسبوع، بصيت لقيت حد بيتصل بيا، قناة اقرأ ممكن تطلع في التلفزيون. رحت، ها طلع البرنامج اسمه نلقى الأحبة. ال70 صحابي اللي اتحضروا في المسجد النبوي هم بداية عمري خالد. أما كانت أيام جميلة بشكل. كنت كل يوم في المسجد النبوي أقعد في الروضة، ليا 100 تسبيحة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقعد أبص حواليا وأنا بصلي عليه، أبص حواليا لأن الروضة دي هو كان موجود هنا، وهنا كان بيخطب، وأبص على المنبر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأبص على المحراب اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبص على بيت النبي مطرح ما كان بيطلع يصلي بالناس اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أنا اتغسلت في 40 يوم دول، أنا رجعت واحد تاني، أنا رجعت بفتح كبير غير مجرى حياتي. برنامج ونلقى الأحبة اللي بسببه تعرفت في العالم العربي كله، كان بدايته 40 يوم في مسجد رسول الله عند النبي صلى الله عليه وسلم، حياة كاملة، اعتكاف كامل من الصبح بالليل في حب رسول الله. كانت أجمل أيام في حياتي، غيرت مجرى حياتي. أنت حبك لرسول الله غير إيه في حياتك؟ أنا حكيت لك قصتي، ممكن تقول لي وتبعت لي وتكتب دلوقتي صلاتك على النبي غيرت إيه في حياتك؟ حبك لرسول الله غير إيه في أخلاقك؟ إيه اللي تجمل في حياتك بصلتك برسول الله؟ شكراً، والسلام عليكم ورحمة الله.